كما يقول انا طريقتكم طريقتي. الحمد لله رانا في ديناميكية يعني جيدة، بحيث يعني تقريبا تجاوزنا 22 ألف مستثمرة ربطت بالكهرباء، وعندنا طموح إلى نهاية السنة أنه إن شاء الله نربط تقريبا 30 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء. وتحدينا وصبح يعني سبق لي وعملت تصريح، قلت إن شاء الله سنة 2023 سوف يتم ربط أكثر من 48 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء.